اليوم ووصلنا لفقرتنا التالية مع الفن التشكيلي. رح نستضيف اليوم خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الاتصالات البصرية يلي إلى العديد من المعارض الفردية والجماعية، الفنانة ربا قرقوت. صباح الخير. هلا، صباح النور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن فنك ومعارضك، خلينا نحكي ليه اخترتي قسم الاتصالات البصرية؟ شو اللي بيختلف فيه؟ هلا هو من الأقسام المميزة جدا بكلية الفنون. إذا بدنا نحكي إنه شو يعني اتصالات بصرية، إنه أنت كيف توصلي الفكرة أكبر كم من المعلومات بكمية قليلة ببوستر إعلاني. هو دائما بواكب التطور، يعني هو هلا العصر، هو من العصر هلا فينا نحن نجمع المعلومات اللي بده يوصلها الفنان للمتلقي اللي هو المشاهد. عن طريق شو بتكون؟ خدمات الإنسان، ترويج مثلا إعلانات، خدمات فنية، خدمات تربوية، خدمات تنموية، صناعية، تجارية. فهو قسم كتير حلو، حتى بضمن هذا الاختصاص في كذا اختصاص فيه. هلأ بيحمل مثلا قيم البوستر، أنه أنا كيف رح أعطي هاي المساحة الإعلانية لتوصل بكمية قليلة جدا من المعلومات. بدي راعي أنا الانسجام اللي فيها، بدي راعي التكوين، بدي راعي الفضاء، بدي راعي الملمس، بدي راعي الفونت الخط. هي كلها من القيم المدروسة لحتى الفنان يعطي القيمة الجمالية للمتلقي. فهو كان اختصاص مميز كتير ومرغوب بوقتنا، ومرغوب هلأ، وبيضمن كمان رسوم الأطفال والقصص للأطفال وهيك. نعم، كمان خلينا هيك نضوي على القسم قبل ما ننتقل على التدريس وأيضا الفنون بشكل عام يلي حضرتك يعني بتمارسيها. يعني في عمليات جذب للتصاميم يلي بتكون موجودة على بوسترات أو شيء للمتلقي أو للناس يلي بدها تحضر، إن كان معرض، إن كان ممكن دعوات، ممكن يعني أعياد، بأي مناسبة نعمل شيء ديزاين خاص نطلب أكيد من المختصين. خلينا نحكي عن عوامل الجذب، إن كانت من الألوان، هلا حكينا عن فونت الخط وكيف بيكونوا هاي الألوان، كيف بدنا نراعي المناسبة يلي موجودة أيضا. هلا أول شيء بدنا نراعي نحن التكوين كل التصميم، يعني هاي كلها رح تدخل ضمن الدراسة. أنا فرضنا عندي تصميم لحفلة موسيقية، كيف أنا بدي أجذب العالم؟ أنا ممكن حط التصميم يكون كتير بسيط، أوتلاين خارجي بس للتصميم، اكتب عناصر محددة وسريعة. فرضنا أنا عندي إعلان طرقي، اللي مارق بالسيارة كيف رح يقدر يقرأ هالمعلومات هاي الموجودة عنده بسرعة؟ فكمان أنا هون بتطلب الاختصار، بتطلب على اللون. هلأ الإعلان أو قسم الاتصالات بيعتمد على الألوان الواضحة الصريحة وعلى المساحات الحرة، ما في عمليات الدمج كتير، بيعتمد على الأوتلاين، بيعتمد على اللون الصريح الواضح، أنه أنا العين تنجذب للبوستر قبل ما أقرأ أنا شو فيه. طبعاً بتختلف من المناسبة، إن كانت مثلاً عرس، إن كانت موسيقى، إن كان دعوة لمعرض فن تشكيلي، إن كان شو ما كانت الحفلة أنا عندي أو شو ما كانت المناسبة، في قواعد معينة بتصميم البوستر نحن بنراعيها. طيب خلينا نحكي عن معرضك الأول، شو بيتضمن؟ كان يمكن اسمه طلاقي كان، ايه؟ كيف تم التحضيرات؟ من وين اجت الأفكار؟ في صعوبات أو تحديات واجهتك؟ لأنه المعرض الأول لإلك بتحسي لازم تختزلي فيه كل تجربتك أو كل مشاعرك، هو بيكون البوابة الأساسية لبقية المعارض. هلا هو المعرض الأول كان بعد انقطاع فترة كتير كبيرة عن الشغل، فأنا كتير لقيت صعوبة إنه أنت كيف رح ترجعي؟ في أفكار أكيد، في مخزون موجود، بس إنه هذا المخزون كيف رح يطلع؟ طبعاً جربت كتير وحاولت كتير وشلت لوحات كتير عن طريقي. بتحسي حرام لازم أخلي هيدا هيدا حتى كل الأفكار وصلت خلاص. أنت بالأساس في مخزون عندك، بس فترة من الزمن أنت ما عاد اشتغلتي، رجع يطلع كله. مجرد ما أنه أنت بلشتي تشتغلي هي البداية، يعني هو القرار كان بالبداية أنه أنت ترجعي. فأي صعوبات رح تواجهيها، هي كمان هاي الصعوبات فيها متعة. حتى فشلك بالبدايات هو نجاحك لبعدين. بس فترة الانقطاع بتعطيكي تحفيز انك تطلعي كل شيء عندك. هلا هي رح تكون انت بهالفترة انت عم تعملي مخزون بصري، انت عم بتخزني، يعني انت ما انقطعت ايدك مثلا انه ما اشتغلتي، بس لا، العين لسه عم تاخذ هذا المخزون البصري، عم يتفرغ عاد على اللوحة
بقيم محددة. نعم، خلينا لكن ننتقل ونحكي عن التدريس. يمكن الفن هو موهبة تخلق مع الإنسان نقدر ننميها، ولكن كثير من الأشخاص بيحبوا يتعلموا، ما بيملكوا الموهبة ولكن يمكن عندهم شيء من التكنيك، من يمكن دمج الألوان الصحيح. اليوم نحن كيف نقدر نعلم طلابنا، وخاصة حضرتك عملتي بالتدريس بقسم المسرح المدرسي، احكي لنا عن هذا القسم وكيف ممكن انك انت تعطي جيل صغير بعمر صغير، تعطيه يمكن مواضيع هي بتكون اقرب اليه بعيدا عن الفلسفة بالرسم وبالالوان والتعقيد بعض الاحيان. بالنسبه للاطفال انا اشتغلت بكذا مجال معهم، يعني اشتغلت بالمسرح معهم، اشتغلت بالمدرسه التطبيقيه، اشتغلت بالصف نعطي. هلا ما بتتخيل المتعه اللي انت بتكوني فيها لما تعطي اطفال. يعني صرنا نعطي غير الفازه، ايامنا كله ارسموا فازه وارسموا ورده، ارسموا فازه ورده. لا لا، لسه هي يمكن في مواضيع كثير متطوره. اكيد هلا انه نقل، حتى كانت للانسه اسهل يعني انه تنقلي. هذا تعليم اكاديمي بيكون بمرحله معينه يعني، بس انا لما بدي اعلم الطفل، شوفي الطفل بحد ذاته عم يعطيكي هو انه انت توصلي للعبقريه. طفل عبقري ليه؟ لانه هو عم يتعامل بالفطره. الطفل ما بيعرف شو معنات مقومات اللوحه، تكوين اللوحه، هذا اللون مع هذا اللون انا شو بيعطيني، بيلبقوا لبعض. الطفل ما بيعرف هاي المعلومات، عم يشتغل بالفطره. فانه انت شوفي قد ايه انت لما بتعطيه فكره بحاول يبسط لك اياها ويقنعك فيها ويقدم لك اياها، وبتشوفي فيها كل الالوان صريحه. ليه؟ لانه هاي شخصيته، هو عم يعكس حاله، بريء، صريح، واضح. فبحط لك حتى الالوان اللي باللوحه بتكون هيك. وعلى فكره انا كثير باخذ منهم للاطفال، يعني كثير بتعلم منهم وهيك. بس اهم شيء انه انت ما تجبريه على فكره للطفل انه انا بدي اعلمك هيك. لا، خلينا ننمي الخيال اكثر، خلينا ننمي الابداع اكثر بمراحل معينه. يعني الفن، فن الرسم عند الاطفال اول شيء قائم على العفويه، تلقائيه، شفافيه. يعني بتشوفي اكثر شيء كثير حلو ولطيف عند الاطفال انه لما يرسم لك بيت يرسم لك الناس اللي قاعدين فيه. صح، هو ما عنده حدود، ما عنده شيء مسكر بطريقه، عرفتي؟ فانا ما فيني اجي الغي له هاي الفكره لحتى لسن معين نرجع عاد نتعلم الشيء الاكاديمي. بس طول ما نحن بهالبراءه هاي خليه، انت بس بتوجهي المسار. ويمكن مهمه صعبه اليوم تنميه مهارات الاطفال لانه عندهم مخزون كثير كبير وخيال واسع. كيف اذا كان يمكن التدريس والتواصل مع ذوي الهمم، يعني كان لك تجربه مع هدول الاطفال اللي هن اكثر حساسيه، بس بعتقد هن يملكون مهارات وابداع كثير كبير بس نحن قادرين نوجهه، خلينا نحكي عن هي التجربه كيف كانت وقديش فعليا بيكون عندهم ابداع بس هو مخزن مخبى انت بدك تطلعي. هلا الاطفال، انا تعاملت مع اطفال الداون ومع اطفال الاوتيزم التوحد. فعلا اطفال عباقره عني، بس انه هلا كيف انا راح اوصل المعلومه فرضنا لاطفال الاوتيزم التوحد، انا كيف راح اقدر اقول له انه تعال نرسم هيك؟ لانه انت ما في لغه تواصل بينك وبينه لهذا الطفل. فانت بتحضري عن طريق خطه، انه الخطه عن طريق الصوره. هذا الطفل بيتعامل بلغه بصريه، بيشوف انه انا هلا عندي كذا، كنت انا اعمل له مرسم صغير انه هلا حصه رسم وما فيك تغيري بعدين، خلص هو تبرمج هلا على هالحصه هي. فكنا نتعامل عن طريق الصور، خطه بيننا وبين دكاتره تكون، بين المرشدين كمان. كان فيها صعوبه كبيره؟ هلا فيها صعوبه بس فيها متعه كثير كبيره، انه انت كمان عم بتشوفي ابداع، عم بتشوفي حاله خلق، عم بتشوفي هالطفل هذا اللي مو قادر يحكي، مو قادر يعبر، شو عم يعطيكي من قلبه، شو عم يعطيكي من روحه، شو عم بفكر هو، انه عم بترجم لك الشيء اللي ما قادر يحكي، عم بترجمه بلغه بصريه على اللوحات قدامك. هاي كانت التواصل بيننا وبينه عن طريق الالوان، كنا نتواصل عن طريق اللوحات. نعم، خلينا نحكي على اللوحه يلي حدك ونشرح عنها اكثر. هي من رسمك؟ ايه. تمام، شاركتي فيها بالمعارض؟ لا، هلا رح شارك، هلا رح شارك فيها. اي، ما جديده ريحتها بعدها. لسه من يومين خلصتها. واضح ريحه الالوان لسه جديده. جديده كثير حلوه، ولكن خلينا هيك نحكي ونشرح عنها. لوحه مميزه بالوان، هيك بتحسيها هيك بين الخريفيه والربيعيه، دامجه كل شيء بتحسي. مزبوط. بتعطي
هلا هاي اللوحه من المعرض الجديد اللي عم حضر له كلها حالات انثويه، بس طبعا مو هذا اسم المعرض. فهي كان ختامها مسك، يعني انا رسمت بهاللوحه هاي ورقه حواء اللي هي ام البشريه امنا، فرسمتها بس بطريقه انه ضمن هذا الاطار. يعني هي قصه مكتوبه، بس ترجمت عن طريق اللون، عن طريق الخط، بتحكي قصة حواء. كل واحد فينا عنده شيء مكتوب بحياته، وأنا حبيت ترخها إلها، يعني حبيت أكتب عنها. طب خلينا نحكي سريعا عن هاي اللوحة. هاي اللوحة كانت بالبدايات، وأنا كتير بحب هاي البدايات، عبارة عن طبيعة. حسيت جاتي خصوصية عندك. هاي بال 2005-2006 كانت قديمة كتير. بتحكي عن الطبيعة، أنا الطبيعة كتير بتعطيني، كتير بأخذ منها ألوان، كتير بتعطيني طاقة وشفافية كتير عالية حتى أشتغل. أجمل اللوحات يمكن رسمت الطبيعة. بحب هذا الشغل كتير. نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لك التوفيق بمعرضك اللي جاي، وأكيد موفقة بكل خطواتك. شكراً كتير لك. يا أهلين، شكراً لكم، يسعد صباحكم. شكراً لك، وأكيد رح نتمنى لك التوفيق بمعرضك القادم. شكراً كتير. شكراً لكم.